في إطار التنديد بما تقوم به الآلية العسكرية الإسرائيلية، وأيضا ما تقوم به المؤسسة السجنية الإسرائيلية تجاه المعتقلين الأسرى الفلسطينيين والمضربين عن الطعام. تنظم اليوم هيئة المحامين بمراكش وقفة تضامنية مع هؤلاء ومع الشعب الفلسطيني عامة، كما قلت تنديدا بالآلية العسكرية الصهيونية وبالمؤسسة السجنية الإسرائيلية التي تمارس شتى أنواع التعذيب والتنكيل بهؤلاء الأسرى، والذين بطبيعة الحال لم ترغمهم هذه التنكيلات وهذه الاعتداءات للرجوع إلى الوراء، بل هم صامدون وكما يقولون بالنضال بقضية الأمعاء الفارغة. ولذلك كان لابد من أن نقف على الأقل وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني ومع أسراه، ولهذا كانت هذه الوقفة اليوم. هذه الوقفة جاءت بناء على قرار ديال جمعية هيئة المحامين، وهي وقفة استجاب لها جميع الهيئات بالمغرب، وهذه الهيئة منظمة اليوم في جميع هيئة المغرب بجميع المحاكم المغربية تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين، بحيث أن الأسرى الفلسطينيين خاضوا واحد الإضراب، إضراب الكرامة، خاضوا بالتالي إضراب عن الطعام، وهذا بالتالي باعتبارنا احنا كحقوقيين وفاعلين وبالتالي كناس مدافعين عن الحق في الحرية كنساندوا وكنعنوا تضامننا اللامشروط مع الأسرى الفلسطينيين، ونندد بما تعرف الأراضي الفلسطينية من تنكيل ومن خرق للمواثيق الدولية وكذلك للقوانين المتعارف عليها دوليا. نقف اليوم تضامنا مع المضربين عن الطعام من الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية، تضامنا معهم، وأن الإنسانية كلها لا تملك إلا أن تقف مع المظلومين والمضطهدين والمعذبين في الأرض. وأناشد من هذا المنبر كل الإنسانية أن تقف إلى جانب هؤلاء المظلومين والمضطهدين الذين يموتون ببطء في السجون الإسرائيلية، وأن الإنسانية جمعاء في العالم الغربي المتحضر لا يمكن أن يبقى صامتا على هذه الجريمة البشعة ديال الاعتقال التعسفي وغض النظر عن المضربين عن الطعام من الأسرى الفلسطينيين. كلنا مع فلسطين ومع الأسرى حتى إطلاق سراحهم. تضامننا المبدئي في هذا اليوم المبارك مع الأسرى الفلسطينيين كاتحاد المحامين الشباب، نعلن تضامننا من هذا المنبر مع الأسرى الفلسطينيين المضربين على الطعام الذين يعني خاضوا معركة الإضراب على الطعام منذ 17 نيسان أي 17 أبريل 2017، خاضوا هذه المعركة، هذه معركة دارية أعتقد لها صداها دوليا وطنيا وكذلك محليا داخل فلسطين ودوليا، واعتقد ان العديد من المنظمات على المستوى الدولي تعلن تضامنها مع الاسرى الفلسطينيين، ونحن لن نخرج على هذا السياق ديال التضامن مع الاسرى الفلسطينيين، تضامن مع الشعب الفلسطيني في قضاياه العادله ضد الكيان الصهيوني. نطالب المجتمع الدولي وكل قواه الحيه سواء على مستوى العالم العربي والاسلامي وعلى المستوى الدولي بالتدخل العاجل لرفع الحصار والحز على المناضلين الفلسطينيين، ونشد بحرارة على أيديهم جميعا، علما بأن الوقفات الاحتجاجية هي مجرد وسيلة لإطارة الرأي العام، أما الواقع فيجب التضامن مع الأسرى بشكل مادي ملموس. بل أكثر من هذا، أنا أطالب من هذا المنبر أن يضرب
العالم العربي والإسلامي جميعه يوما كاملا